السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خير. إن لم أكن أهلا لهذا المقام فدفعت إليه يعني بقدرة القادر بحكم انتماء إلى الإسلام. المسلم له منطلق دائما وهو الإسلام. ما هو الإسلام؟ قدم كسمهت الأمانة. ما هو الإسلام؟ لأن المسلم يجب أن يكون على بينة من أمره، لأن الأمر خطير وهو وقوف بين يدي الله عز وجل. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تلقوا الله فيت الله تلقوا الله فيت قوما سلم من الطيق كوده. بما أن الله كبير، القرآن كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم كبير، الإسلام كذلك كبير عظيم. وما ينطوي عليه من العبادات كل عبادة، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت على الشمس. جيناتشن تلقنا وأننا أنتم تلقنا هنا اللبن. لكن زاري ما استوقع مفلقوا ما أنتمنى قرر مفلقوا كاللنبت ليتقار التازة أندات تجبربر كتب له ودى الله عند الزلق قرآن أردو الله قرآن يورد اللد دقمو النبي اللس نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن عندنا ندنبر مالتنا قلت سيهونا اللي ندتين مكناتهم في اللفت الجنة الله في اللفتهم جهنم الله هلتنم. القرآن الكريم سماهم صراط، صراط الله المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وفي صراط الجحيم كذلك هو الصراط يعني مستقيم إلى جهنم العياذ بالله، وصراط الله مستقيم إلى الجنة حتى ينتهي بك الأمر إلى الجنة وإلى الله عز وجل. الإسلام هو القرآن أنك قبل إن كان وقت تجبر ربر الله ليلة نقر إذا تهدى الله اللهم يقبله نقر سجدهم حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله بالله رمضان نصومهم حج ما درقه زكاة ما درقه اللهم يقبل بقزي الله ما نمتو أعيش بربرني مسلم أعيش بربرم الله أسكمتوني قدت أمان قد لا أسكمتوني وهو القرآن الكريم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قرآن لما استلالف دقمه كنبي قدتو لي اللون قرآن لما استلالف الله بززه كما أمره الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا دعوة سيها ملكاكة من رؤى لبت إيه دعوة يا الله نو الله نو الرجو الله يفرال كسو يفرال لذي عندنا القرآن لا يمتهيه آية تلك سو قالهم ياسبرق قهال قرطوا كافرون أنت ياسبرق قهال ياسفرهال فارتغدها لا تلاله مرة مدافع لكم سلزي الله يا أيها الرسول أنت الرسول بلغ ما أنزل إليك أستلال في ورد اللهل هذا القرآن كان بنينا أنت جاله مالتنا بلغ ما كما هندان لنا أنتم لك كذاب هذا بفلق الله السماء مريتون يفرسوا بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل كلا ذرك فما بلغت رسالته قدم أمانة اتبال خيانة هنا مالتنا فما بلغت والله يعصمك من الناس يعصمك من الناس أي نعم لمن دلنا الله اللي يعلو مكنياتهم زمي أسفر الرانا قرار الله
الناس فرارا، إنما ذلكم الشيطان يخوفه أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إما الخوف من الله إما الخوف من البشر، ثم تراجع أن تبلغ رسالة الله عز وجل. يا نبي صلى الله عليه وسلم وطئت ما لنا يا نبي صلى الله عليه وسلم وطئت يا حسوس تعمل وطئت من نبرة الصحابة. إذن سوست نقرأ الله القرآن الله الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كذاب لي كذابها لي ميمة السموج هذا أمر قلت هنا اللي قداره القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني إن أنت آياتوش ما ناتشو الصحابة الله يمسكر الله بتككل قرآنا يتقبلوا بتككل يتقبروا بتككل فبأ الله من قد يهدو آياتوش جاتشن صحابة وش ناتشو. إذن نقلت أنا وقداره بنيقار كذابوها لا فهذا أمر بدنيا له وفي الآخرة أو الليلة أنا قلت أمر بدنيا له. الله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين ليلة سمن داتيز ليلة سمن داتيز سمع معنه الله يسده مسلم صحابه أجن من دزا يمي قرم بطم يونيك جون يونيك جنرشن يترقاتشو عند عند سو كما توش بلاي صحابة عند عند سو هنو يا الله أنت زاز يا نبي جاتشو أنت زاز تكبلو لأننا أنت إسلام لماذا رسي شالوت النسو بكفلو مسواتنو لأننا أنت ومسلم وجهنو بفضل الله الكريم عند أذرقو يا زاتشو مسلم وشلالونو ليلة نقرصة بمتاه سمكوا الله دلهم دي النبي صلى الله عليه وسلم أليس له سلف سلف لهم دي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولئك الذين هداهم الله فبهداهم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وسيدهم ولكن الله أمره أولئك بعد ما سرد تقريبا كل الأنبياء في سورة الأنعام سرد أخبارهم بعد ما قصصهم ماذا قال في نهاية المتى أولئك الذي هداهم لك أنت بفيت يمرنا تشوناتشو أولئك الذين هداهم الله فبهداهم بالنس هداي بالنس ممرة اقتديه نبي صلى الله عليه وسلم تعزل قني التبالو من دنو وأنا أول مسلمين سمن داست سلف اللي بلو سلفين أن يلالم ما لا تكوي تلال تكوي كلنا بابالو قل لا يتعزز كونه قرالك هو سماكم المسلمين سمون ستواجوهال من قبل كذبا في سمتا ستواجوهال مسلم يميبال قتلوا بما قتل ماذا قال القرآن الكريم فقولوا بأننا يهن كلوتك بما أنني يوم سوى كلوتك عدقى لنا إيباء مالتنا إبليس مشركنا عندي إبليس مشركنا مشرك كواد الله حتى بالمعنى الكافر لا هو كفر إباء رفض أمر الله قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أو في الآية الأخرى إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتها من تين قال فاخرج منها فإنك من الصاغرين تورد الله أورد إلى ينبر لأنه إباء التقبل الله عز وجل يعلون فقولوا بأننا صحاباتنا درجوا كلهم أن يمسلم ليس لنا أهون قني منا كلهم لرأس موسد والله كي يتحمد تهوي هنسم إبعنا إبليس مون فلق الله إبليس كو قرآن لا إني أخاف الله رب العالمين بلوه فبعزتك لأغوينهم أجمعين بالله ملال يا قوال لكو الله عز وجل يسو كفر التليجان كفر إبع لك أبل ما لثكم الله مسلم بلوه فقولوا بأننا مسلمين تبلها ليلة سمن داست أنا يايه هنا من عند هنا تقوم بالزام بيبو توسيس أفي مني مسلم من يايه لم سويه ليلة أنا قرن من نقره أنا كالي كاليني وش هذا الكلام بعد ما الله عز وجل يعني أنزل الكتاب يقول فيه هو أنت هو سماكم مسلم من قبل هذا أمر فقولوا بأننا مسلمون
ودا آخرة سنة دمو أدا جنيا ونقر السنة. يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ماذا وكانوا مسلمين. الله أوقم للليلة سمزة كما تطع يوم القيامة المسلم يتبتأت النواهون أني مسلمني لا قل سلف علي أنا عندي سلف سلفي ما أنه أبو بكر وعمر أو أنا سلفي أنا سلفي أو أسلافي هم أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أي الليم يعني سلف وجهنا يا نبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر وعمر وعثمان سلف وجه عندنا تشو سلف علي عند الناس سلمهون مكر له سم بتشاد لا تفهم هذا الله مسلمين كان الناس يتقبل كت إسلامنا سلف وجه له الناس لما مسلم مكر له قلنا سدرجة لا يد لهم سمع الستم بل تبالكوت فقولوا أو وقولوا أو فقولوا بأننا مسلمون الأخلاء شوف زين لنا ترجمة الله وجزاء بك أمين الأخلاء يومئذ بعضهم عدو ودا جنبروا بمريت لا يوم القيامة يتألالوا إلا المتقين الله نسفروا ينبروا يعني إن أنت هون بتلازيها قدوس ندزي على البيت به يتليون يتاصني على لنا قرآن على أنباب ما لسوا لأنباب وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أكابر مجرمين يمكرون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواه وما تخفي صدرهم أكبر ماذا قال بعد قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تملكتهن يا عرب إن قال يا زون هذا الوحي النص العربي النص الأصلي الوحي قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إنك لا تكلم شو نقرنا برارش الله شوالله قد بدت البغضاء من أفواه وما تخفي صدرهم أكبر البركان داخل بينفجر كوده عندهن فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإلا كل مجموعة يسهل ابتلاءها بل ابتلاءها وحضمها كذلك ألاته أنت الزاني كالسمت بسمت تبتاتنا ولاتشنا أنت هنا لقمة سائغة قال لا القرشة قرصهم دقمو واستقبطوا داجس يادرقها الله عز وجل ولا تفرقوا لك تفرقوا يتبعني مسلال سلزي الأخلاء بعضهم يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو كالبها لا إلا المتقين لا أي إن أنت عند لمهن قرآن قلصهن النبي صلى الله عليه وسلم قلص قرآن التلا يبلونا بمن منقر ولا بقنقو ولا بقوسا ولا بنامن أن مسلم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وفي الآية وأنا ربكم فاتقون إذن تقوى النعمة يعني إن أنت مبتات المياو أن يا الله ما انفرى سوشنا ما في تقوى لما نقدر قد دلنيم إذي البراسي بما من بتنا مهدو أدرى أن تكوت ينترى بتسدتين كقرآن سايهم كنبي صلى الله عليه وسلم سايهم وهم كاياتو جاتش كصحابة سايهم إذ بيبوتها وكم النص لو تنفتقها تهايزو كلهم يراسون قروب بيزوال الله أمي لو دقموت تتنكك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير
الله يستنقق انه ايه فساد دمو فتنه مالت بحالا انت لا انت ولا لجوتش ولا مستوتش منورات تشلم فتنه نالهن ما يزور فتنه تجب الله مكنياتهم انت لانك انت مش موجود في الساحه. وقل جاء الحق وزحق الباطل. مفروض الحق لم يحضر بل احنا مشغولين بتاكن قديناتن تلقون صلى قراناتن نبياتن صحابات الاسلام تلقون صلى ان انت تنامش سوشنا تنش نقر تنش نقر تمولتنا بينما بدينو نبر مولات الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن الأخ لا بعضهم يومئذ عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. إن دات لوت بقرآن لما لوت ما لك كبار نقرنا تحرفنه عن لتياك التيك مثلا عيسى عندما قام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نسأل نبينا من أحمد نبي محمد معنا نعم ناكو نبي محمد قرآن متى النبي الزلاء عيسى يتناقر أحمد بن ملو سمونه ولتم يا نبي صلى الله عليه وسلم قل إهن آية أوتته أحمد ملون أوتته محمد ما درستش لأله كفرنا جن ترجمي اللوت عن محمد بتن حل اللوت لكن الله وردته بقصد عبث اللهم قرآن لا يكون لزي انت راندم يكون نقر اللهم كل شيء بقصد أحمد من لما انتهت نسأل وين بلي لو آية لي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان أحمد بتن هنا. وكذلك كل الله يسطن ان اطبق ان الناس فاستمسك بالذي اوحي اليك وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ايه قران لان انت بحيلنا وكبرنا يبلعنتنا رفعنا شرفنا نجا الله في تطيقبت الله تكبراچوبت يبلع هناچوبت نوراچوبت حياتاچون اسقدماچو الله دينو ويس دينون اسالفاچو حياتاچون ادناچو حال. فهذا هو إذا قلنا هذا الكلام بتأنت قائمي قال لي نترجمه أما أدامان يترجم تفسير على التوتر. ثلاث أشياء كانوا ذكرت هنا. الإيمان هو الأصل، العبادة هو العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الثالث هو الأخلاق. إيمان مسرتنا، العبادة سرانا، كسراو قتلوا من مجده أخلاق حسن الخلق. يجد أنت بتككل إيمانك تستكاكلة عبادة مستكاكلة أي كرم، عبادة كستكاكلة أخلاق مستكاكلة أي كرم. ودمو أنتن لو عكسنا الأمر كتاش بالنقطر يعني أخلاقاتشن كال كتتأمم أخلاقاتك كتبلها الشيء قدم أمانة مبان نقر الله أنه تلقوا أخلاق أمانة نو. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه هلال. وفي زاد أظن زيادة الأمانة، وإن لم تكن هذه الزيادة موجودة يكفي الأمانة. عند سواء أنت إهتهن لما أقبعت كمتا دينه دين طيب قال ابو هلا قلت تنيا يمتا اخلاق بحريون. وكانه يقول المدلول الحقيقي للايمان الصادق هو الاخلاق. سلازي يعني اخلاق ما بلاشت بهيوتوس ما يسيو يعني عباده تبلاشتون معناتنا عباده ما بلاشت ما يسيو ايمانه تبلاشتون معناتنا. الايمان العباده الاخلاق يهندم قلب الطارقن مركون بليلا آيلا النبي صلى الله عليه وسلم زي أدرى ملون قال سمتشالو النبي صلى الله عليه وسلم بزو حدسو تشالو وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أدرى دمالتنا عند حديث لامتنا بزاو إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله
حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ذم أخلاق مطلع لما جمع اتق الله مالت التقوى. التقوى هي المعيار العلاقة بين العبد وربه بين العبد وبين الله عز وجل. أي بمعنى اتق الله حيثما كنت سفنتنا الله رأسنا يجعل علمنه معنى حسن العلاقة مع الله. الله قال يالن كل جزء جنينت حيثما كنت ملو جزينا بوتان مالتنا الله حرام لما سرات كفلن كجزينا كبوتان موتات اللب المالتنا إشجالا عند الزالما اتق الله حيثما كنت. العلاقة مع الله بل حسن العلاقة مع الله. وأتبع السيئة حسنة تمحوها العلاقة مع نفسك أنت الله كالله قال يالله قلنت كراس قال يالله قلنت وخالق الناس بخلق حسن كسوش قال يالله قلنت صوستنا قرما لتنا كالله قال يالله قلنت ضابطه هو التقوى. اللهم به الكبت بوتا فرا حيث ما كنت ملون جزين بوتا يزال جزين كالله بوتا الله بوتا كالله جزين الله ولا تتازون أجل وأخوخا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات حسنة تمحوها. الزين في هذا الحديث أو في هذا المقطع من الحديث يفترض النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا بنعصي الله عز وجل. الزين هلتنيا حديثه عندنا وقلنا هلتنيا وكفله إني كري غاري اللي نقوله كراسي غاري اللي نقوله نسنا من ناقره النبي صلى الله عليه وسلم قل سبوز يا درقه النبي صلى الله عليه وسلم إني ونجل دم سرانه ونجل كسره ليلا خير سرا ياتي خير سرا يسرهات ونجل عند منافق من ليهنا كمسلم منافق حرام سرا مؤمن حرام سرا المنافق يتلبث بالمعاصي يدقق موال إذا يندفع الدفال مسلمنا عند حرام كسرا ودا يملسان ودا الله يملسان يتلاقي خير سراج سرا صلاة السجدة القرآن قرأ ذكر يا درقال صدقة يا درقال حج يا درقال عمرة يا درقال ذكر يا لقسال يفرع لراسه لراسه يسقال منافق إذا يندفع الدفال زار يا درقال نقم بالإضافة أنه المنافق يتلذذ بالمعاصي. المسلم لا المسلم لا يتلذذ بالمعاصي يهد أطعم هذا المسلم حرام المسرو بشهوة وبمن قبطبت بزاج ساد يتجنك أنا وسطم كناتم تل اتق الله حيثما كنت على الجسر عليه يه كنبي صلى الله عليه وسلم يتسطح مسار يعني راسن دات قودا راسن دات تاتك أنا راسن دات تورد بدنيا بآخرة حرام مسرات هاي كرم جن حرام كسره وداو تملس وداو أتبع السيئات حسنات تمحوها صوص الدنيا وكسوش قاري على الجنين نتنو وخالق الناس بخلق حسن أخلاق زلاتة تقصها سوش ما كأكل سجابة سوش من الله تجوا سوش هو تالله تجوا يسوش إن هو بقت ثمنه بتزواري إن ده تاتفان ده تناك كبرون جن ولا تنيا سوش جنزب الله تجوا جنزبات تجوا بتزواري مهنا بقت تا يسوش إن جنزب بباطن ده تبلا إن ده توسد سوش تنيا سوش كبر الله تجوا كبرات تجوا بقت تا بس بملك بهاميت بملك إن ده تناك وين بتزواري بماش ماتت بتني ماش ماتت مالت تني ماش ماتت مسلم يسدب هنا سدبهم كبدنا نجوم القيس من نجوم الكاملان بعد أمس تامس يسجد كوسولة تايبا كاي هنا اللي هنسوي يسدبه كن مسلم يسدب هنا قتلت عاش مات ويل اللي كله مزات اللو مزا أسك أيامي ينسى كان سابت عاش مالت بس هم ماش ماتنا سويش لا بمية وقدلت ما بأكل قدلت ما بدهنت ما يهون بوتها بهبرسوها كما متلاي تبلو متاي سوش لاي ماش مواطت عش مواطت عسك أيامي لو تجسد كان مقززا مقرفا مقززا لو تجسد هذه الأخلاق. لذلك النبي القرآن الكريم بدأ ويل لكل همزة اللمزة يسون كبر بتزواري منك أمي عش مواط ورادة يزكى تسونه من الاسم ستلو لكذب لا يفهمان يعني قالوا هنا هذا يجيب غيثة يعني بتسوي لاست تاوه كده رسال يعني شموات عشمان مدفو بحري
من أمارني المقزز السياف. أنا كنت استخدمت اللفظ مقرف، مقرف معناته مقرف تعافي النفوس، مقزز معناه من البات بأمارني ومسلني على لكم مقزز السيافي معناته سو ندزي لو تجسد عند سونة قلت بالنوس دو سو لتتقوي ما تشل سؤال لا لما هي انتني هنا سون دا معناته بزاين السو بزوك زي قيني مريت له يسوى تشن كبر انداتنكا دينا تشون دمو انداتنكا الله يا وردو دينا الله والقرآن والسنة يصحابوها تشيوت سوستو انت دقمو هي بدعي مبالو نقر اندات تسقب تلك انجلنو ما اجبر بر معناتنو دينا تشون سوش تقود الله بالقرآن لا يلل بحديث لا يلل صحابه يرسلون سرا يجبان يمسمون دان دان بلاش إزيو لا يجبان وخالق الناس وخالق الناس بخلق حسن سلزي هون قلبت أنسنا وقدمي أن قلبت أن داينو أنت ألك الله قاري على جنينة تككل كهنة تقل حيث ما كنت كراس قاري على جنينة أوتوماتيكالي استككلال أي من دنو راسون يميح كبر صوتون على سلا كبرت النشلبان بإسلام والراد داسو جنة جهنم جهنم نو لإبليس يا لهم مهنو فخرج منها فإنك من الصاغرين تنش نهلو تلك أرجيم بنا هون تزعزين سلت أسك تقل حيث ما يكون سل الله الله بأبرره صاغر تنش سو تلك سو ما هون اللبن أي وسطك كبر يا اللو سو بإسلام كبر مالت مالت نو الزلاين دا تجبر أبر بإسلام كبر مالت سوى كم يا كبرت مالت هيدا اللم لا يقولون نقول في الإسلام متعته يونيك هيدا اللهم سوى كم يا كبر تاره سوى كم يا كبر الرجال ما كنا جاء كبر الرجال هنس أكسره يا كبر الرجال كده مزيون دم أشين دالو ما لفنا عندون ده زلب سومتة زلب سومتة يا باين ملكة النم على تينوش عمر وخطب لبسون ده زي هابوت على تلات أتفا أيتن على من يمر ما لفنا فلسطين من لما ركب سيد أبو عبيدة أير لبسه سيلو لما كير موكر سي كير ودي او تلوت نفسي اي تلوت انتو اللي لبسين على يهن تلطاطفوا لبسون عملتولت انت انسان بالنفس فلذلك الله عز وجل اقسم بالنفس ولم يقسم بالجسد هي الروح الذي سجد لها الملائكه واذا سويته ونفخت فيه من روحه باسلام سو كبر مالت سو راسون يميا كبر مالتنا أنا رأسي ما كبر مالتنا سلزي قلبت تارجنس الناو خمر ميت التاسو راسون يا كبرى زنا ميس راسون يا كبرى لباس راسون يا كبرى وشتام راسون يا كبرى بخيل قبقب باس راسون يا كبرى هاي كبرى أي متألتم وسط وردتنا يالله كبر سن الإسلام سويش كبرون يا الحمد لله زيادة نوع جمارينو جن راسون إمي أكبر سومان كوسط راسون إمي أكبر وأتبي السيد حسن راسون ماج بب الله بكلك كانوا نقول له ماج أمالك ماله وين سويش قال هيدو راسون ما ورد لا هبتاموش لا بالسلطانوش لا حيلينوش راسون ما ورد راسون كبر يا قال كذابوها لا جقنانو كمان ما يفرم نزعي هون سونو فلذا كهالا سن ملكته اتق الله حيث ما كنت واتبي السيئة حسنات تمحوها وخالق الناس بكل خانة حسن كالله قال الله يقول لك تستكاكلا كراسي قال الله يقول لك تستكاكلا كراسي قال الله يقول لك كسوش قال الله يقول لك تستكاكلا كهلهم قال كبيت جمره معنا كالنات كابات كاميس كالجوش قال كقربتي يعني سوش يبلتون الله مو انت انتنات حرد تودي لا تهون ما انت كلهم سبق الله لك بابهان توداش شوال يهدوهان مكنياتهم أسباب سلوتهم مكنيات سوچن التمام سوچ كان مهجو يطلوهن سوچ كان مهجو اللهم يانتنا يمهم سوال باقنانيو ودوها لسن كتاش سنامتاو كسوچ قاري اللي قنو كال تستكاكلا كسوچ قابا فكر كال ناچ ناچ أكون كون أسجاري سو كون كون بابرسابوس بمنورسو بيه مالت ونجل ما بزاسوني مالتنو وأطبع السيئة حسنة تمحوها وانجل ما بزا سودا مهوني كلا يالو سلا تسكاكلنا اتق الله حيث ما كنت واتبي السيئات حسنة تمحوها وخالق الناس وخلق الناس وجزاكم الله خير بساتو ان انتقى دسلا اللي هي وفي تاتشو دسلا وجه طيب يعني
وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.